السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أخواني مشاهدي قناة سعودي أوتو، برحب بكم في بداية حلقة جديدة وحكاية جديدة من حكايات السيارات. بطلة حكاية اليوم كتبت أول وأهم فصل في تاريخ فئة الـSUV أو السيارات الرياضية العملية متعددة الاستخدامات اللي ممكن تنافس سيارات مثل السيدان في الراحة والترف. قبلها كانت سيارات فئة الـSUV هي مجرد سيارات للطرق الوعرة والمهمات الشاقة، وما كانت أبداً مهيئة للركوب المريح، وما كان في تفكير وقتها في راحة السائق والركاب، لأنه هذا كان نوع من الترف. وظلت السيارات العملية على هذا المنوال سنين لحد عام 1967، لما انفاجأت شركة لاند روفر العالم بطراز جديد سمته رينج روفر، وأنتجت منه 26 سيارة فقط، أخضعتهم للتجارب والتطوير. وفي عام 1970 كشفت رسميا عن الجيل الأول من رينج روفر كأول سيارة من فئة الـSUV ما تقل عن أي صالون في راحة الركوب. قبل ما نبدأ في تفاصيل الحكاية، أحب أقول إنه متحف اللوفر الشهير بفرنسا قام بعرض رينج روفر كمثال يحتذى به في روعة التصميم الصناعي، وهو شرف كبير ما حظيت به إلا سيارات قليلة عبر التاريخ. والشيء الطريف كمان إنه في عام 1972 الجيل الأول من رينج روفر يا أصدقائي اتوفر بموديل بابين في البداية، ورغم إنه الصانع البريطاني ما عمل دعاية لرينج روفر على إنها سيارة فاخرة، لكن الجودة العالية والمواصفات المميزة كانت بتتحدث عن نفسها في السيارة. هتقولوا كيف؟ أقول لكم إنه يكفي إنكم تعرفوا إنه مقصورة أول رينج روفر قبل 50 سنة ظهرت بمقاعد قماشية وسجاد أرضي ونظام تكييف. وبعد فترة ما هي طويلة قررت لاند روفر إنه سيارتها رينج روفر لازم تكون بحق سيارة دفع رباعي فاخرة، وعشان كده قامت بإضافة فرش جلدي للمقاعد وتطعيمات خشبية في أنحاء المقصورة الداخلية. ومن هنا بدأت رحلة هذه السيارة مع الفخامة والتطور الخاص جداً. واستمرت سيارة الجيل الأول من رينج روفر اللي اهتمت فيها لاند روفر بشكل كبير لما حست إنه سيارتها الجديدة محل إعجاب كثير من العملاء. في عام 1981 قررت لاند روفر توسيع الخيارات للعملاء، وأطلقت فعلا موديل الأربع أبواب من رينج روفر بشكل رسمي. ومن المعلومات المهمة أنه أول محرك حصلت عليه رينج روفر كان مأخوذ من سيارات بيويك، وهو محرك V8 سعة 3.5 لتر، تم تعديله ووصلت قوته إلى 155 حصان. وطبعا تم تحسين المحرك هذا وتطوير أدائه أكثر من مرة خلال الجيل الأول. وكمان حصلت في مرحلة ثانية على محرك تربو ديزل. وفي عام 1993 كشفت لاند روفر يا أصدقائي عن طراز رينج روفر أوتوبايوغرافي اللي مثل قمة الفخامة والرفاهية في عائلة الشركة البريطانية، وكان سبب كبير مرة في شهرة طراز رينج روفر كسيارة دفع رباعي تجمع بين الفخامة والأداء. وخلوا بالكم إنه نجاح سيارة الجيل الأول رينج روفر خلى هذه السيارة تستمر صامدة في الخدمة 26 سنة، وحتى لما ظهر الجيل الثاني عام 1994 استمرت رينج روفر الجيل الأول 2 من الجيل الثاني تحت اسم رينج روفر كلاسيك. والحين أصدقائنا وأحبابنا تعالوا نخرج لفاصل قصير نتفرج فيه مع بعض على سيارة الجيل الأول من رينج روفر وكيف تطور خلال 26 سنة من عام 1968 إلى عام 1994. معكم حكايتنا مستمرة.
يا هلا ومرحبا أعزائنا المشاهدين، ونكمل معاكم حكاية رينج روفر اللي نقلت سيارات الدفع الرباعي نقلة تاريخية. وبعد ما كانت سيارة هذه الفئة مخصصة للطرق الوعرة والغبار، أصبحت سيارات للترف والراحة، ووقفت جنبا لجنب مع أفخم سيارات السيدان بساحات الفيلات والقصور وأفخم الجراجات بأكبر الفنادق. المهم ظهرت سيارة الجيل الثاني اللي تم تدشينها عام 1994، وظهرت بتصميم خارجي جديد وقاعدة عجلات أطول ونسخة محدثة من محرك الروفر V8 اللي توفر في الجيل الأول. وكمان حصلت رينج روفر الجديدة على محرك اختياري تربو ديزل بستة اسطوانات سعة 2.5 لتر مأخوذ من BMW، وهذا كان في الوقت اللي استحوذت فيه الشركة البافاريا على علامة روفر. سيارة الجيل الثاني من رينج روفر يا إخواني أكدت لكل عملاء السيارات رباعية الدفع إنها العنوان الحقيقي للفخامة، خاصة وإنه تم تزويدها بجيل جديد من التجهيزات الفاخرة بهدف تمييزها عن شقيقتها لاند روفر ديسكفري. وكان واضح إنه المنافسة في ساحة السيارات العملية الرياضية بدأت في الاشتعال الحقيقي في مرحلة التسعينات. ومن النقاط المهمة في هذا الجيل هو أنه رينج روفر كانت آخر طراز اعتمد على محرك الروفر V8 الشهير، وكمان كانت آخر سيارة حصلت مقصورتها الداخلية على الفرش الجلد المقدم من شركة كونلي اللي أغلقت أبوابها في عام 2002. لكن في المقابل حصل الجيل الثاني من رينج روفر لأول مرة على نظام ملاحة عن طريق الأقمار الصناعية. واستمرت يا أخواني رحلة رينج روفر مع التطور، وفي عام 2002 أطلقت رينج روفر جيلها الثالث من رينج روفر، وكانت سيارة مرة مختلفة. يعني نقدر نقول أنه تم ابتكار فئة جديدة تنفرد فيها رينج روفر بالمنافسة. بمعنى تاني تحولت من SUV فاخرة إلى SUV فائقة الفخامة، خصوصا مع الدعم الكبير من شركة BMW اللي زي ما قلنا استحوذت على علامة لاند روفر. في الوقت هذا زودت BMW رينج روفر بكثير من التجهيزات والأنظمة الإلكترونية الموجودة في سياراتها من الفئة السابعة. وبعد فترة قصيرة تم الاستغناء عن أنظمة الفئة السابعة واستبدالها بأنظمة الفئة الخامسة. وقبل ما يتم الاعتماد على أنظمة الفئة الخامسة تم اعتماد خيار ثاني للفخامة بتجهيز رينج روفر بأنظمة إلكترونية خاصة بسيارات جاكوار. بالنسبة للمحركات اللي تزودت بها رينج روفر الجيل الثالث، فمن عام 2002 إلى عام 2005 توفرت رينج روفر بمحرك V8 سعة 4.4 لتر مأخوذ من BMW، ومن عام 2006 إلى عام 2009 اعتمدت السيارة خلالها على محرك V8 جديد سعة 4.4 لتر مأخوذ من جاكوار، إلى جانب محرك آخر من جاكوار سعته 4.2 لتر مع شاحن سوبر تشارج. وفي عام 2010 تم تطوير محرك الـ V8 سوبر تشارج من جاكوار عشان تصير سعة المحرك 5 لترات، وهذا يا إخواني أعطى رينج روفر قوة كبيرة جدا وصلت إلى 500 حصان. في الفترة هذه يا أصدقائي اتصدرت رينج روفر السيارات رباعية الدفع العملية الفاخرة، وعشان كده قررت لاند روفر تدخل بيها في تحدي جديد، وهذه المرة على مستوى الأداء لما انكشفت عام 2004 في معرض ديترويت عن الطراز الاختباري رينج روفر سبورت اللي هو عبارة عن نسخة رياضية من رينج روفر، وتميزت بسقف منخفض وشكل مثير مختلف عن جميع الموديلات السابقة. وبفضل هذه السيارة الاختبارية تم استلهام طراز الإنتاج رينج روفر سبورت اللي انطلق رسمياً في عام 2005، وحصل على تعديلات رياضية في التصميم والشاصيه ونظام التعليق والمكابح والمحرك كمان.
وجات السيارة بقاعدة عجلات أقصر ومكابح بريمبو مع مجموعة V8 سعة 4.4 من 10 لترات بقوة 296 حصان، وتم تطويره عشان يصير سعة 5 لترات مع شاحن سوبر تشارج، وبالتالي زادت قوته إلى 510 حصان. وطبعا تميزت السيارة بتصميم انسيابي مناسب لأدائها الاستثنائي. وحتلاحظوا أنه مش بس رينج روفر تغيرت في الأداء والفخامة، لا، طراز رينج روفر يا إخواني واصل تفرعه إلى أشكال وألوان متنوعة للقتال في مختلف الجبهات. ففي عام 2010 تم الكشف عن طراز جديد كليا حمل اسم رينج روفر إيفوك. هذا الطراز أحدث ثورة في فئة الكروس أوفر كوبي الفاخرة، لأنه جاء بتصميم فريد جدا وفي نفس الوقت وفي جدا للطراز الكلاسيكي، لكن باللمسة عصرية جريئة. وهذا ساعد إيفوك أنه مجلات عالمية كثيرة أعطتها لقب سيارة العام. والحين حنخرج لفاصل نتفرج خلاله ونتأمل سيارتي الجيل الثاني والثالث من رينج روفر، وكيف أصبحت هذه السيارة أيقونة وسط سيارات فئة الـSUV. معكم حكايتنا مستمرة. يا هلا ومرحبا بأصدقائنا وأحبائنا، ومن جديد نكمل معاكم حكاية رينج روفر. وصلنا الحين لسيارة الجيل الرابع والحالي اللي ما زالت بالخدمة. ورسميا انطلق الجيل الرابع عام 2012، ومعه وصلت الـSUV البريطانية إلى قمة الفخامة والأداء، وفي ذات الوقت إلى قمة النجاح في الأسواق. فمن ناحية التصميم أصبحت رينج روفر تتمتع بهوية مميزة في منتهى الجمال والعصرية، ومن ناحية الرفاهية والفخامة فحدث ولا حرج، رينج روفر يا أصدقائي أصبح فيها كل التجهيزات والمزايا والتقنيات اللي ممكن تخطر في بال أي أحد. ومن ناحية الأداء فالسيارة توفرت بخيارات عديدة من محركات V6 أو V8 اللي تعمل على الديزل أو البنزين. لكن في عام 2013 أخذت لاند روفر خطوة مهمة جدا وقدمت نسخة بمحرك هجين من رينج روفر، وهذه النسخة طبعا بتقدم أداء اقتصادي من غير ما تضحي بإمكانياتها الهائلة على الطرق الوعرة. وفي نفس العام عاد الطراز الرياضي رينج روفر سبورت بجيله الثاني، لما قام الممثل دانيال كريغ نجم أفلام جيمس بوند بالكشف عن السيارة وسط شوارع مدينة نيويورك. وطبعا جاءت رينج روفر سبورت بالمزيد من التميز في تصميمها والمزيد من الروعة في أدائها، لكنها ما كانت الطراز الأكثر إثارة في عائلة رينج روفر. وفي عام 2015 انطلق الجيل الجديد من رينج روفر سبورت SVR اللي تم إنتاجه وتطويره على يد قسم SVO الرياضي، والنتيجة هي أسرع سيارة انتجتها شركة لاند روفر على الإطلاق، لأن السيارة قدمت أداء لا ينسى وتجربة في منتهى الإثارة. ومن نجاح لنجاح أدركت لاند روفر أن احتلت مكانة مميزة جدا في ساحة سيارات الـSUV، ولازم تحافظ على هذه المكانة بالتطوير والمفاجآت، مش تجلس وتقول عملنا اللي علينا. المهم أنها كالعادة
تفاجأت الأوساط بالكشف عن رينج روفر إس بي أوتوبايوغرافي، ووضعت كل إمكانياتها في هذه السيارة اللي كان لازم تكون أفخم سيارة إس يو في في تاريخها. وزادت الثقة أكثر وأكثر، وفي مفاجآت تانية تم الكشف عن طراز رينج روفر إيفوك الكشف اللي يعتبر أول سيارة دفع رباعي فاخرة صغيرة بسقف مكشوف. وطبعاً كانت خطوة جريئة جداً من لاند روفر إنها تنتج الطراز الكشف هذا، رغم إنه ما حقق النجاح المطلوب وقتها وتم إيقاف إنتاجه بعد فترة قصيرة. أما آخر العنقود في عائلة رينج روفر فهو الطراز رينج روفر فيلار، واللي قدموه عام 2017 كسيارة عائلية فاخرة للاستخدام اليومي مع إمكانيات رائعة جدا خارج المدينة كمان. وفي الحقيقة صعب جدا وصف جمال هذه السيارة بالكلمات، لأنها جمعت بين الانسيابية والأناقة والأداء الرفيع، وبمعايير مختلفة صنعت فرق كبير بينها وبين أي منافس. وقبل الختام يا أصدقائي، كان لازم نتفرج شوية على روائع رينج روفر من سيارات الجيل الرابع ونرجع نكمل. معكم حكايتنا مستمرة. يا هلا وسهلا بمشاهدي قناة سعودي أوتو، ووصلنا معاكم لختام حكاية رينج روفر، الاسم اللي تولد كبير وفاخر ومتفوق كمان. يكفي نقول إنه في فئة الأداء أخذت العلامة الكاملة مع طراز سبورت إس في آر، وفي فئة الفخامة أخذت العلامة الكاملة مع طراز إس في أوتوبايوغرافي، وفي فئة العائلية أخذت العلامة الكاملة مع طراز فيلار، وفي فئة الشبابية أخذت العلامة الكاملة مع طراز إيفوك. حكاية رينج روفر يا أحبابي حكاية نبوغ وتفوق وصعود، حكاية نتعلم منها إنه النجاح طريق ممدود، وأنه الابتكار ما يعرف طريق مسدود. حكاية رينج روفر يا أصدقائي نتعلم منها حكمة، إنك لو محتاج ثقة الناس لازم تعمل بكل جد وإخلاص. أشكركم وحييكم وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.